بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية من المحور الأول الذي بعنوان Review of Engineering Drawings Fundamentals. Topics of this lecture are Views Selection, Alignment of Views, Orthographic Writing Steps, Basic Dimensioning, and tangencies and intersections. نبدأ بالجزء الأول Views Selection. Views Selection steps are select the front view, second, select the adjacent views. The object's longest dimension should be represented as width. أكبر مقاس في الأوبجكت لازم يكون هو الويث. نحاول أن يكون هو الويث. هذا مثال. عندنا خيارين لرسمة السيارة. الخيار الأول والخيار الثاني. هنا معانا فراغ كبير في الورقة. وهنا It seems optimized. فهذا يكون inappropriate. الأفضل إنها ترسم حسب الخيار الثاني. أساساً المقاس الكبير على الأوبجكت يكون هنا. This is good. The adjacent views that are projected from the selected front view should appear in its natural position. لازم تكون في الوضع الطبيعي. ومثال ذلك السيارة. هذا ما ينفع. هذه الرسمة كده. Inappropriate. Choose the view that have the fewest number of hidden lines. الأفضل إنه الفيو تكون عليها أقل شيء ممكن من الخطوط المخفية. هذه القطعة مثلا الـ Observer from this side. بنشوف هذه الـ View هنا الـ Observer from this side من الخلف تطلع معانا هذه الـ View. هذه عليها أكثر خطوط مخفية، هذه بتكون أوضح. Step 2. Select the adjacent view. Choose the view that have the fewest number of hidden lines. نفس الشيء، نختار الفيو اللي عليها أقل شيء عدد ممكن من الخطوط المخفية. تمام، هذا side view. معانا right side view and left side view. هذه الرسمة بتوضح أكثر الشكل لأنه عليها أقل خطوط مخفية. This is good and this is inappropriate. نفس الشيء بالنسبة لل bottom view and the top view. هنا الشكل أوضح مع الخطوط المرئية، تمام؟ فهذا بيكون inappropriate. هذا الشكل مثلا choose the minimum number of views that can represent the major features of the object. نختار أقل عدد ممكن من ال views، من المساقط، والتي تبين أكثر شيء ممكن من تفاصيل الأوبجكت. هنا مثلا معنا هذه باينة، ها مع هذا الخط. هنا الثقوب، هذا الثقب، هذا مبين هنا، يعطينا المقاسات. Hall location can be specified on the same view. على الرسمة هذه، على المسقط هذا نفسه، ممكن نحدد مكان الثقب مع هذا البعد، هذا البعد وهذا البعد. هنا أيضا لو رسمنا الأبعاد من هنا ومن هنا بيكون صعب التحديد، فالأفضل على مسقط واحد بنطلع المكان. هنا نحتاج مسقطين، فهذا ما كويس. فهذه المسقط لابد من وجوده.
Choose the views that are suitable to drawing space. هنا مثلا لو رسمنا بهذه الطريقة ما في مجال نعمل المقاسات هنا dimensions, not enough space for dimensioning. فالأفضل إيش؟ فالأفضل إنه تكون الرسمة بهذه الطريقة. وهنا بيصير السبيس على الورقة ورقة الرسم بيكون optimized. Example, view selection. معانا هذا الأوبجكت. This is a front view. هذا الفرونت فيو. معانا الويدث والهايت. هذا المقاس دي بنجيبه من فين؟ بنجيبه من top view. top view, front view بتعطينا إيش؟ بتعطينا size description, بتعطينا shape description. Okay, but shape description is not very clear. لو نظرنا بس على المساقط هذه كيف راح نبين إنه الجنب هذا شكله مثلث؟ فهنا غير موضح. فنحتاج إيش؟ يعني هنا في confusion مع هذه الأشكال. لو تشوف المساقط هذه بس في مشكلة. فعشان نبين الجنب شكل المثلث فلازم نضيف إيش؟ side view. أوكي؟ فلما نزيد side view بتصير معنا three views. أول شيء size description بيكون أوكي موضح. أيضا shape description بيكون موضح من خلال side view. فfront view and right side view بتعطينا إيش؟ بتعطينا بتحقق الاثنين size description and shape description. حتى المقاس دي بيكون مبين هنا فما نحتاج إيش؟ top view. One view drawing. Flat part having a uniform thickness. This part, if it is represented by three views, can see, since the thickness is uniform, we don't need bottom view and side view. These two views provide only information about the part thickness. لا تعطينا معلومات إلا على thickness. وكل تفاصيل الأوبجكت مرسومة وموجودة على الـ elevation, على front view. فما نحتاج هذوما الاثنين. فبيكون إيش؟ هنا بيكون one view drawing. One view drawing تكفي لوصف الشكل مع إضافة ملاحظة note إنه thickness هنا for example 1 millimeter, 2 millimeters and so on. Cylindrical shape part also. لو رسمنا السلندر هذا by using three views we can see هذه repeated should be cancelled. نفس الشكل مع الفرونت فيو فما لها لازمة. أيضا هذا القطر والشكل infer from CL cylinder هذا يستنتج من هنا حتى المقاس يستنتج من هنا فما نحتاجها أيضا unnecessary. فلرسم السلندر يكفي أنك ترسم على جنب كده تعطينا لو الفيور من هنا الأوبسيرفر بيعطينا بس شكل مستطيل لكن لابد من إيش؟ لابد من رسم الأكسس. We have to draw the axis, then the information given from this axis, that means this shape is a cylinder. لو ترسم مستطيل بس كده فهذا ممكن يقول إيش؟ ممكن يقول إنه هذا كوبويد شكل كوبويد. بس لو أضفنا لو رسمنا مع الأكسس هذا يعني إيش؟ يعني إنه cylinder.